بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين في السيشن ده يا جماعة على البوكس شادو. البوكس شادو واحدة من ضمن الإفكتس الجميلة خالص في سي اس اس، من اسمها كده خاصة بالبوكس شادو. البروبرتي بتاعتنا عبارة عن بوكس داش أور هايفن شادو، تمام، وبعدين بنحط القيم بتاعتنا، تمام. خليني اكتب القيمة وانا بعدين هحاول اشرحها وافصلها، تمام يا جماعة. خلينا نقول 10 بكسل، 10 بكسل، 5 بكسل، 1 بكسل، باوند 0 0 0 والسيمي كولون بتاعي، تمام. نعمل ريفرش و ريلود. ده يا جماعه التاثير اللي بتعمله البوكس شادو، يبقى من اسمها هي كده. انا كنت بتكلم في السيشن اللي فات على التكست، الشادو اللي بيتحط على التكست، لكن هنا الشادو اللي بيتحط على البوكس يا جماعه، تمام. فلان الكلام ده ديف وده عنصر بلوك، فاخد الشادو العجيب ده يا جماعه، تمام. رايت، التفصيله بتاعت الكلام ده، اول قيمه بتكون عباره عن الاكس اوفست، نفس السيناريو يا جماعه بتاع المره اللي فاتت. انا مش بصدد ان اكرره مره ثانيه، لكن المعنى واضح عند الناس. التاني ده بتاع الواي اوفست، التالت ده البلار راديوس. البلار يا جماعه اللي احنا كنا بنقول هو كان خاص بالمسافه اللي ما بينك وما المسافه اللي هيبتدي النص يبعد عنك، فاهمني؟ تاثير البلار، الزغلله دي، يعني انا خليتها مثلا 50 بكسل وعملت كنترول اس، المسألة تمشي بالشكل ده يا جماعة، تمام. المسافة تبقى بعيدة شوية عن ده اللي بلاك، تمام. الأخير ده يا جماعة اسمه السبريد، يمكن يكون السبريد راديوس ما اتكلمناش عنه. السبريد ده خاص بالانتشار، يعني المسافة اللي ممكن هو يبعد عنها البوكس، يعني المسافة ما بين البوكس وما بين الشادو بتاعه، فاهمني؟ يعني لو خليت ديت مثلا، خليني أقول 30 بكسل يحصل. طب خليني اوطي ده شويه يا جماعه، خليه مثلا 1 بكسل عشان تبان القصه بتاعت ان هو سبيد اهو. طيب لو انا عليت يا جماعه دي 3، لو انا خليت دي 30 بكسل وعملت شايفين هو بيبتدي ينتشر، يعني ده اللي انا كنت اقصده بموضوع السبريد او الانتشار، في حين ان البلار التاثير بتاع الزغلله ده، لو انا خليت البلار مثلا 30 يا جماعه هيبتدي ما بيبقاش مصمت كده، تمام. تحس باني هو اخد ال 30 بعديها راح اخد البلار عشان يرجع بتاثير خفيف شويه على اللون الاسود. فديت القصه بتاعت السبريد والموضوع بتاع البلار. طيب ماشي، خلونا نستهلك شويه امثله كده على الموضوع ده. طبعا انا عندي في السنتكس امور مختلفه، يعني في السنتكس انا ممكن اكتب قيمتين بس زي ما انا هعمل دلوقتي. ناخد نفس القيم ديت يا جماعه، خليني اكتب او انا ممثل او لو انا اخذت القيم ديت بكوبي وقيمتين بس يا جماعه وبيست، ديت هتمثل لي الاكس اوفست زي ما هو بيقول، والثانيه الواي اوفست، والثالثه اللون. عادي خالص. طبعا انت في الاكس والواي انت ممكن تستخدم قيم موجب او قيم سالب، وشوف التاثير اللي راح يظهر لك لو انت عملت ريفرش. ادي التاثير بتاعك، تمام. ديت اللون الاوليف او اللون التيل تقريبا، ماشي. المثال الثاني انا ممكن استخدم اكس اوفست، واي اوفست، وبلار وكلر، يعني ممكن استخدم 3، ممكن ما استخدمش يا جماعه القيمه الرابعه ديت، يعني هي برضو القيمه الرابعه اوبشن، متفقين؟ ادي كنترول اس والتاثير اللي راح يظهر لك لو انت شغلت على نفس القصه. انت مش شغال دلوقتي على القيمه اللي هي كانت خاصه بالسبريد راديوس، انت مش كاتبها عندك يعني، تمام. السنتكس الثالثة ممكن تحط الأربع قيم زي ما احنا كنا شغالين من شوية. السنتكس الرابعة أنت ممكن تحط الانس، الوسم انس ذات الكيورد ديت جميل خالص، بتخليك تعمل انر شادو. انر شادو يعني ايه؟ طب ممكن نشوف تأثيرها كده يا جماعة، هيبقى تأثيرها جميل خالص. أنت مش بس الشادو ممكن يبقى أوتر، يعني ممكن يبقى الشادو انر. انر هتبان، يعني هي سهلة. انس 5 بوكس شادو 5 EM 1 EM جولد، هي كبيرة بصراحة، 5 EM كبيرة جدا. لينا طيب 1 EM 1 EM جولد، اعمل ريلود. ده التأثير بتاع 1 EM، حتى 1 EM كبيرة يعني، أنا بلاش خليها 1 EM، خليها بالله 10 بكسل، يعني ما أظن وضحت برضه يا جماعة. 10 بكسل،
هيبتدي يعمل لك انر شادو، يعني بدل ما الشادو يبقى لبره هيبقى لجوه، فاهمني؟ فهياخد منك، هيبقى الانر لجوه شويه. بنشوفها، بتحس ان انت بتشوفها في الكيوتس، لما حاجه حد بيجي يرد على حد تحس انه بيدخل لجوه شويه كده. عموما الحاجات دي بيبقى لها استخدام وظيفي، بس انت حاول تجربها مع نفسك. والمساله برضو قايمه على تصميمك، انت بتحس بان التصميم كده جميل، محدش بيحدك بحاجه يعني، تمام. الجانب الثاني، انت ممكن طبعا تستخدم نفس السيناريو بتاع انا ممكن استخدم اكتر من حاجه ورا بعض، يعني مفيش مشاكل. يعني انا لو عملت بيست للقيمه ديت، هو مستخدم 3 3 ريد وبعدين مستخدم اوليف، يعني هو مستخدم اثنين، يعني مستخدم درجتين يا جماعه، فاهمني؟ فدرجه هنا ودرجه هنا، طبعا الامر بيرجع له في الاول وفي الاخر يعني، تمام. انا كان معايا، انا ما حبيتش اختم الحاجه من قبل ما اقول شويه تاثيرات جميله. يعني هي جميله، في حاجات انت بتعملها بشكل او باخر بتلاقي ان شكلها جميل يا جماعه، بالذات لو انت كنت شغال على الدرجات بتاعت اللون الابيض، ابيض ورصاصي والكلام ده. فطيب خليني اتكلم عن اجزاء منها بسيطه يعني يا جماعه. والحاجات ديت سيرش على الانترنت هتلاقيها، لو انت عملت سيرش على الانترنت هتلاقي القيم ديت، وهي قيم اوريدي موجوده، انت ممكن تستخدمها بشكل عام. يعني سيف 10 بكسل 6 بكسل، ده هتدي لك جميل جدا، سالب 6 بكسل في السبريد يا جماعه. معايا هاش الباوند بثلاث سبعات، انا لازلت موجود في تدرجات اللون الرمادي على ما اظن، يعني او تدرجات اللون الرمادي الجري الغامق دارك جري. لو انا عملت ريفرش هتحس بان تاثير ورقه مطويه يا جماعه، فاهمني؟ يعني وصلت ب 6 بكسل، وصلت ب 6 بكسل تحس بان الورقه مقفوله من ناحيتين. انا اظن انت ممكن تستخدم القصه دي او بتشوفها في كتير، في مواقع كتيره، انت ممكن ما يعني تكون ما تاخدش بالك منها، بس ده تاثير جميل بصراحه. يعني بيدي لك الاحساس بان الورقه مطويه. هنجيلها ان شاء الله باذن الله في سيشنز جايه، ان ربنا يعني كتب لينا وجعلنا اهل الدنيا ان شاء الله، ممكن نستخدم الجوانب الجماليه ديت بشكل وظيفي شويه. معايا قيم تانية يا جماعه، انا مش هكتر فيهم، انا هستخدم قيمه تانية بس وخلاص، انا كده هقفل السيشن. هقول صفر. طيب ماشي، لا بلاش صفر، ماشي مفيش مشكله. صفر 1 بكسل، انا الكلام ده مكتوب عندي في ورقه يا جماعه والله. 2 بكسل، ومش هكتب سبريد، وهشتغل على هاش 3 سبعات، تمام. نفس السيناريو اللي انا عملت ريلود، الاقي ان ممكن تكون مش باينه، بس اكشولي في يا جماعه حد بارز ما بين القصه دي او ملفوف حوالين منها. انا موقف في الاكس اوف ست ومخلي الواي هو الواحد، ومخلي البلر باثنين يا جماعه، فاهمين؟ فمديني الشكل الجميل ده، بس بجد الشكل ده مظهر جمالي، تحس ان الكونتنت ده بارز عن المحتوى بشكل كبير. ده جانب، وده جانب شمالي رائع جدا. انت لو سرشت على الانترنت هتلاقي كونتنت جميله جدا، والناس بجد بتعمل مسائل قمه في الروعه والجمال بالبوكس شادو ديت. وكمان هيجي الجمال الاكتر لما نتكلم عن الترانسفورمز، لما نيجي ان شاء الله باذن الله مع او في المستقبل ان شاء الله باذن الله راح نوظف الكلام ده بشكل جيد. ربنا ييسر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.